هدية إحدى المعلمات اللواتي فقدن مهامهن التدريسية استبدلت المحبرة والسبورة بفرشاة تلميع الأحذية وافترشت ناصية أحد الشوارع المركزية في كابول بحثاً عن الرزق. ما أكسبه من النقود أشتري به المواد الغذائية، وليس لنا دعم حتى في المواد الغذائية. كسب يومي ينفق في نفقات يومية، لا يوجد قمح ولا زيت الطبخ في منزلي. منذ الصباح الباكر تحضر هدية إلى مهمتها التي تدر عليها القليل وتستمر فيها حتى المساء كما تقول، مضيفة أنها وأسرتها كانت تعيش حياة هادئة بمرتب شهري، أما الآن فقد أصبحت الحياة صعبة عليها. كنت أتقاضى راتبا كما كان زوجي طباخا، وكان يتقاضى راتبا وهكذا ابني، كل واحد منا كانت له وظيفة. أما اليوم فكلنا عاطلون عن العمل وأنا الوحيدة في العائلة التي أعمل. أما المواطنون الأفغان فيقولون إنهم منزعجون من مشاهدتهم لسيدة أفغانية جالسة على قارعة طريق عام تقوم بهذه المهمة الصعبة التي لا تناسب مكانة المرأة الأفغانية، ولكن الظروف الصعبة لا تسمح لهم بمساعدتها. نحزن كثيرا حين نرى أما أو أختا أفغانية جالسة هنا تقوم بتلميع أحذية الناس، ندرك جيدا أن الظروف أجبرتها على هذا العمل. على الرغم من طمأنة طالبان بعد سيطرتها على كابول لجميع المواطنين بمن فيهم السيدات الأفغانيات، فإن معظمهن لم يرجعن إلى مهامهن وهن مستقرات في منازلهن يترقبن الوضع، كما ينتظرن إعادة فتح مدارس البنات فوق الابتدائية. هدية امرأة شجاعة كما يصفها الأفغان، استطاعت أن تكسر القيود الاجتماعية لتبدأ في مهنة لم يقم بها إلا الرجال في المجتمع الأفغاني، ولكن الحاجة والفقر قلب المعايير هنا. عبد الناذر، العربية، كابول.